بالنسبه للوضع الصحي ديالنا ماشي هو هذاك، ولينا عايشين في الرعب، ولينا عايشين واحد الحياه ما كناش نتمناوها في حياتنا كامله. ولينا غادي نخرج في السرقه ما عارفينش راسنا فين غاديين. والله ياخذ العقل، ما باغي لا ديورنا فلوس لا حتى شي حاجه، باغي ناخذ غير حقنا، وبغينا القضاء يشد لينا حقنا، وبغينا هذا الشيء يوصل لسيدنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة سلا مع البنات اللي جو المغاربات تبعوا القصة ديالهم، الشابات المغتصبات نواحي سلا. مجموعة من المستجدات في الموضوع ديالهم غادي نشوفوها معهم. أختي فاطمة، إذا كان ممكن عاودي لي فين وصل الملف ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ يوسف على تتبع ديالك لهذا الملف، كنشكرك من هذا المنبر هذا، وكنشكر جميع الناس اللي كيسولوا كيسولوا علينا الحالة ديالنا الصحية كيفاش بقينا. والله يسمح لهذوك الناس اللي كيعيطوا كيعيروا كيبقاو يقولوا لك شنو، قولي لنا التفاصيل كيفاش وقع لك الاغتصاب. انا بغيت نقول لكم الله يسهل عليكم، راه كيف ما وقع لينا حنايا راه غادي يوقع لاختك، لامك، جداك، خالتك، بنتك، لا قدر الله. يعني حاولوا شويه ترعيوا المشاعر ديال الناس. واش بغيتوا هاد البنات يخرجوا يفسدوا؟ بغيتوا هاد البنات ينتحروا بسبب الهضره ديالكم؟ راه هادشي راه معمر ما غادي يكون، وان شاء الله عندنا ثقه في الله وثقه في القضاء، راه معمر هادشي غادي يكون ومعمر غادي نوصلوا ليه. هي وما تهضروا، يعني نتوما كتهضروا اولا كتخرجوا شي هضره لانها لا علاقه بموضوع، راه ما حنايا خلينا لكم غير الله وكلنا عليكم سبحانه وتعالى. بارك علينا هي المعاناه اللي كنعيشوا ما بين المحكمه والسبيطار والدار. لا كنتو نتوما يعني ضميركم مرتاح وعندكم غير باش تلهاو، خذوا شي مجال واحد اخر، نساو حنا عليكم. لا كنتو غتعيطونا غير باش قلنا مشاكل، تجبدوا لنا المشاكل وتزيدوا تزيدوا تضرونا في الداخل ديالنا، راه مضرور. بارك علينا. من ناحية الملف ديالنا حاليا فين وصل، يعني من بعد ذوك يعني الجلسات اللي كان كاملين كناخذوا لهم مواعيد مواعيد مواعيد، الشهر اللي فات كانت عندنا أول جلسة مع قضية التحقيق اللي استمع لينا بواحد بواحد كاملين، أنا، الأم ديالي، الأخت ديالي، الأخت ديالي الأخرى، يعني كاملين استمع لينا القضية التحقيق. ويعني بدا معنا يعني من الأول شنو وقع لكم، كيفاش شنو درتوا، كيفاش دخلوا عليكم، عندكم شي قرابه مع هاد الناس، يعني جميع الاسئله اللي كانت في صلب الموضوع قالها لينا سي القاضي. وحنا الحاجه الوحيده اللي كدرنا في خاطرنا بزاف هما انك داك الناس كنشوفوهم كيضحكوا، واش حنايا هما مسجون عليهم في القضاء ومازال كيشوفوك كيضحك وكينعش فيك، واش مازال ما الضمير ديالو ما صحاش انه يقول انني ارتكبت جريمه؟ هذا باش نضرب الصوره اكثر، شكون اللي كيضحك؟ واش قضيه التحقيق استدعاهم؟ يعني كانت واحد المواجهه ولا هذا الشيء من بعيد كيضحكوا ولا هما كاينين في السجن؟ شرحي لي باش نفهم الامور. لا ما كانش عندنا حتى شي مواجهه معاهم، كان هما كان واحد فيهم اللي في الكولوار كيضحك لدرجة اختي فقدت السيطرة. الكولوار في الكاميرا ولا جاو المحكمة؟ لا في المحكمة، يعني قدام الباب ديال القاضي، لدرجة أن اختي فقدت السيطرة على يعني كتشوفو كينعت فيها وكيضحك. شنو زعما كيعني ليها؟ واش تعني ليه بالنسبة لي هي؟ واش صافي القضاء ما عنده ما يدير ليها؟ أولا ما غاديش ينصفها. الحمد لله حنا تايقين في القضاء ومخلين الكلمة الأخيرة للقضاء، الحمد لله ونعم بالله. وكنقولوا اليوم هما حسبنا الله ونعم فيكم الوكيل، حسبنا الله ونعم فيكم الوكيل. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم ما كنسمحوش لكم الى يوم الدين. فيما يخص الاخوات غادي نشوف معاهم مجموعه نقط، يعني كيفاش الوضع الصحي ديالهم. غادي نبدا بالاخت نجات. نجات كيفاش الوضع الصحي؟ السلام اخوتي اخواتاتي، عواش مبروكه ورمضان مبارك سعيد، والله يخرج عليكم الله بالصحه والسلامه وراحه البال. شكرا اخويا يوسف. بالنسبه للوضع الصحي ديالنا ماشي هو هذاك، ولينا عايشين في الرعب، ولينا عايشين واحد الحياه ما كناش نتمناوها في حياتنا كامله. ولينا غادي نخرج في السرقه ما عارفينش راسنا فين غاديين.
انا وكلت عليهم الله سبحانه وتعالى، وكلت عليهم الله سبحانه وتعالى في هاد العواشر هادي، الله ينتقم منهم والله ياخذ الحق. احنا ما باغي لا ديورنا فلوس لا حتى شي حاجه، باغي ناخذ غير حقنا، وبغينا القضاء يشد لينا حقنا، وبغينا هاد الشيء يوصل لسيدنا، يوصل لسيدنا ويشوف هاد الشيء هذا اللي وقع لينا حنايا. حنا تحقرنا في بلادنا وتحقرنا. شنقول لك؟ الله يفرج عليك مشاهدينا الكرام. خديجه حتى هي تعاني في الوضع الصحي ديالها. خديجه كيفاش دايره بصحتك؟ السلام عليكم خوتي المغاربه، مبروك عواشركم، رمضان مبارك سعيد. شكرا خويا يوسف. بالنسبه للوضع الصحي ديالي انا مأثر بزاف، لا من ناحيه الراس ولا من ناحيه اليد. اليد تقاليها كتعاها مستديمه، قالت لي الطبيبه مستحيل ترجع كي كانس، واخا كندير الترويض واخا درت دابا واحد ايكوغرافي مازال يدي هي هي، باقا لحد الان كنعاني منها، ولحد الان مازال كندير الترويض. وبالنسبه للراس، واحد النهار يات كنطحت ليهم في الدار، دابا وليت كنطيح يوميا. ملي دوزت ودرت سكانير ودرت الشبكه، قال لي عندك مشكل، هذاك الضرب اللي كانوا كيضربوني بديك السيوفه، كانوا كيضربوني فوق العمليه، تكون لي واحد الالتهاب من فوق العمليه، بحال شكل تكبد لي الدم فوق العمليه، حيت انا واخا كانوا كيضربوني ما كانش كيخرج داك الدم، بحال جاني نزيف داخلي فوق العمليه اللي دايره في راسي. دابا وليت كنطيح يوميا، بحال كنبغي نسرط لساني، بحال شكل مرض الصرع. ودابا لحد الان باقا طالعها طرس السويسي، وطلبوني قالوا لي ضروري خاصك ديري لي ريم باش نتاكدوا لك من داك المشكل دابا اللي وليتي كتعاني منه. بالنسبه للوضع لا صحي ولا نفسي ولا كلشي، مازال خويا كنعاني لحد الان. اختي الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الكلمه الاخيره من الاخت فاطمه. فاطمه، الناس كيتعامل تتساعدكم شويه، كي داير الامور؟ انا بالي الامور باقا هي هي. بالنسبه شي مساعده ولا شي حاجه، راه داكشي اللي كناكلو، يعني ما بين الماكله والسبيطار والطريق، هادشي اللي كاين. اما شي حاجه واحده اخرى، وبغيت نوضح واحد النقطه واحده اخرى للناس المشاهدين، الناس اللي كيقول لك راه ما بقيناش راضين بالبراكه ديالنا. حنا ديك البراكه كانت عندنا قصر جنه، كيف ما كيقولوا كانت عندنا قصر وجنه. حقا راه مشاو عطاوهم الدار وساكنين، شاريين ليهم البنات، شها خدموا هادشي داروا غير باش كينصبوا على الناس. حنا كنوضحوا لكم، احنا ما دايرين لا نصب لا احتلال الناس لا حتى شي حاجه، سامحكم الله على الهضره اللي كتقولوا. احنا الوضع ديالنا عايشين باش ما عطى الله، والحمد لله ونعم بالله. وكنشكر جميع الناس اللي يعني كتعاون معنا وكتسول فينا، سواء ماديا او معنويا، كنشكرهم بزاف، وكنقولوا لهم الله يجعل لكم فيه البركه الرزق ديالكم، وشكرا لكم كاملين. كي كديروا في الامور في رمضان؟ امور كيفاش؟ امور عاديه؟ رمضان فحال عندنا فحال عادي، يعني بحال كناكلو ماكلتنا عاديه كيف ما كنا، يعني ما كنجيبوش حاجه ثانويه او العادي، يعني داك الرزق اللي عندنا هو اللي كنعيشو به، يعني ما كنجيبوش شي حاجه اللي فوق السطاعه ديالنا. ما عندكمش شي تلفازه في الدار؟ لا. بالنسبه للاخوات ديالي انا، راه واحد الحاجه مابقيتش كنعس، وليت ديما كنوض كنبقى نقلبهم واش شي وحده سخفات ولا شي وحده اللي تكون صافي خنقات راسها، يعني قجت راسها ولا شي حاجه، حيت كنبقى جالسه معاهم كتقول لي انا راه غنتحر، ما غاديش نبقى انني عايشه، انا وليت عاهه على المجتمع. اما انا جات راه مع الدخله، يعني كتدخل ولا كتخرج كتقول لي راه شي واحد باقي لا كان تابعني، يعني ولي عندها رعب اكثر من داكشي اللي كان عندها في الاول. دابا ولينا كنعانيو معاهم اكثر، يعني اي واحد كيبان لها كتقول لي واقيلا هذاك راه تابعني ولا غادي يكريسيني ولا غادي يديني غيخطفوني. كنقول لها شوفي راه ربي قادر يدير اي حاجه، غير كون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى ورجعي لله سبحانه وتعالى. يعني مشكل نفسي؟ نفسي بزاف اختي، الله يفرج عليهم يا رب. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط جديده في الموضوع، وكذلك طلب تعليقات ديال الناس اننا نشوفوا اخر مستجدات في الوضع ديالهم. حاليا مجموعه من الامور عاديه جدا، ما تغيراتش، والاكثر من ذلك علامه استفهام. هذا المنزل اللي هما جالسين فيه بشكل مؤقت، التلفاز هو الاخير ما كيتوفروش عليه، وحنا في رمضان وكذلك الظرفيه الوباء وامور اخرى. هاد البنات ضحايا ديال سلوك اجرامي معين،
ما عندهمش في يد، ولكن التبعات ديالو هي اللي كتستخلص حاليا. مشكل نفسي، الخوف، الهلع، الوضع الصحي ديال الاخت حتى هي اللي ولا كيصيبها مرض الصرع، اشكاليات كبرى. وهذا هو دور المغاربه والمجتمع المدني، تكتلوا الجهود ونساعدهم وفق المستطاع، لانه هذه العائله شنو دارهم في هذا الوضع. النداء ديالنا لجل المغاربه اننا غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الاخت فاطمه، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد اللي فيه. تعليق المواطن. شكرا لكم.